احنا جايين هنا النهارده بنعمل بس تدريب كده بسيط عشان نختار الفريق بتاع الكليه باذن الله اللي هيشارك في دوره الجامعه باذن الله. بنتمنى طبعا ان احنا نوصل لمركز في الدوره اللي هتتعمل دي باذن الله. يعني مستوى المباراه كان شويه يعني تقريبا حلو يعني، بس لسه اللعيبه حاسه ان هي برده ما ظبطتش مع بعضها، غير كده ان تقسيمه الفريقين كانت يعني لحد ما كده مش متساويه يعني. يمكن ده كان المؤثر يعني في مستوى المباراه، بس ان شاء الله في خير يعني، وناويين نعمل حاجه حلوه يعني ان شاء الله. احنا بنبدا من دلوقتي، كنا نقدر يعني الدوره لسه بقى عليها كتير، فبادئين من دلوقتي يعني قبل الدوره بحوالي اسبوعين ثلاثه تدريب وكده، يعني مظبطين منها مع اداره الجامعه ان احنا بناخد يومين في الاسبوع نيجي نتدرب هنا عشان ان شاء الله نعمل مركز كويس ان شاء الله على مستوى الدوري. رعايه الشباب دي والله العظيم يعني هي اللي محفزانا اصلا بصراحه يعني، وعامله الدور بتاعها على اجمل وجه يعني. كفايه ان الكابتن احمد هشيم ده بيجي هنا وبيظبط لنا حاجات، حتى بينزل لنا كابتن منتخب الجامعه وبيظبط معانا وبيقول لنا يعني ازاي والفورم والحاجات الحلوه دي، وبيظبطنا في الملعب ان شاء الله ربنا يكرمنا. بس بصراحه طموح اللعيبه كلهم ان هم ياخدوا مركز يعني يعملوا حاجه حلوه، طبعا ده ما يمنعش ان احنا ممكن ناخد مركز اول يعني، احنا مش قليلين الحمد لله. كفايه طموح اللعيبه والرجوله بتاعتهم. طبعا السنه اللي فاتت ما كنتش معاهم طلعوا، السنه دي معاهم فهاخد مركز اول.